كل الأماكن اللي ممكن نروح نلاقيها مرة أوكي ونظيفة، وأتوقع المسؤول ممكن أثر النظافة الشخصية، أثر الناس، مو كل أحد يجي وبيكون نظيف، يعني كل واحد يعكس شخصيته في المكان. هذا أول الشيء. الثاني ممكن الأمانة نفسها. والله هي سلوك عند الناس، لكن إحنا نتجاوز عنه، فإن الواحد خلاص يمشي ما يطالع يعني، لكن هو شيء يسيء للواحد، يضايق عليه، خاصة أنه إحنا في ممشى يعتبر أشبه ما يكون رياضي أكثر من أنه ترفيهي فقط. فالناس جاية اللي عنده برنامج غذائي معين، جاي عنده أهداف يبغى يوصل لها من ناحية رياضية، فيلقى بعض الناس باسط يمينه ولا يساره وقاعد يأكل وجبة ما وريحتها فتتعب هذا سلوك الناس. والله بصراحة مستوى النظافة متوسط نوعا ما، ومن رأيي لو يكون هناك شركات متعاون أو مستثمرة مع أمانة منطقة الحدود الشمالية، بحيث أنها تكون مهتمة ومثل هذه الأماكن العامة والمرافق، أو بالأصح خاصة شركات متعاونة مع الأمانة تنفذ مشاريعها مقابل مبلغ مادي، ويكون الدخول رمزي مثل هذه الأماكن، ويكون هناك صرامة في تطبيق الأنظمة والقوانين ومخالفات على رمي الأشياء أو تعمد إتلاف المرافق العامة، والقانون سيد النظام، هو اللي يحمي الجميع، فوق الجميع القانون. أكيد المرافق العامة جزء مهم بالمجتمع، كونه بتنشر ثقافة الاجتماعية بين جميع الجنسيات، سواء عرب سواء أجانب سواء من أهل المنطقة، فبتجمع الجميع، فيجب على الكل أنه يتعامل معها على أساس أنها جزء من حديقة بيتك في بلدك أو في وطنك أو في أي مكان. فإذا تم نشر هاي الثقافة بين الناس والأجيال اللي موجودين ضمن المنطقة، الأطفال، أنه هاي المرافق العامة لخدمتك إلك، تلعب فيها أنت وتحافظ عليها حتى لأولادك، فأكيد حيتم المحافظة عليها من الأجيال الجاي، يطلع جيل أنه يهتم بالمرافق العامة. طبعا الدولة ما هي مقصرة في الاهتمام ولا يعني بالاهتمام بالمرافق العامة، بس المشكلة مشكلتنا احنا، يعني ما بنشيل البواقي أو اللهم صل على محمد البواقي زي ما قلت لك ما بنشيلها، بنخليها وبنتركها، وكل الناس ماشي على هذا الشيء. لو احنا برا بنحافظ، بس هنا في الوطن ما نقدر نحافظ الا تكون عندنا الثقافه هذه. يعني المفترض انها منظر غير حضاري، المفترض انه يكون نظيف، يعكس سلوكيات الناس اللي يمرون في المكان، اهل المكان، لا تنسى في زوار، في ضيوف من الخارج، يعني اعتقد بتكون حاجه ما هي كويسه. الفرد الافراد هم المسؤولين، يعني نتوقع ان الوطن فيه يعني في امانه نقدمها الوطن في الاهتمام في المرفق، يعني في الاشياء الموفره، في المنتزهات، اي حاجه يعني المفترض انها تحافظ. يعني اعتقد الواحد لو في بيته ما حيحافظ على كل حاجه، في المفترض انك تكون حتى برا مهتم. اول شيء النظافه، يعني في بعض الاماكن، يعني مثل الاماكن تكون في الواجهه نظافتها 100%، لكن في بعض الاماكن اللي تكون داخل الاحياء او على اطراف المدينه تكون نظافتها وسط يعني. والمسؤول الاول يعني قبل تكون البلديه او الامانه او المواطن، يعني في مثل يقول اترك المكان احسن من مكان، لان لك ولغيرك المكان هذا. منظر غير حضاري صراحه، يعني هو المسؤول عن نفسه المفروض انه ما يجلس يبسط هنا، يعني يجلس في بيته ولا يجلس في مطعم، يعني المكان هذا اللي تمشي يعني يمشي يروح يجي مع اهله مع اصحابه زي كذا بس. والله بالنسبه للكورنيش الجديد هذا تشكر امانه جده عليه، نظافه قايمين بها على اكمل وجه لحد الان الحمد لله، ان شاء الله الناس في تطور في تحضر، وان شاء الله في حفاظ على الاماكن العامه. والله هذا امر حساس فعلا للغايه، هو يعني يجب التركيز عليه خلال الفتره القادمه، خاصة مع الرؤية 2030 ومع انتشار المنتزهات، فالجانب هذا يبدأ يعني بالتوعية سواء من الأسرة نفسها أو من المدرسة أو من خلال يعني منابر المساجد
أو في النوادي الاجتماعية. هنا قنوات كثيرة فعلا للتنبيه على هذا الأمر ولمحاولة توعية الناس المحافظة عليها. المسؤول هو نفس الرجال نفسه، إذا ما كان عنده يقين بنظافة المكان هذا ما حيكون أي شيء، حتى لو جبنا البلدية واشتغلت معه الأمانة ما حينفع. هو نفسه لازم يكون على يقين إنه هذا المكان اتخلق له وتوجد له. المرافق العامة هي ملك للجميع ومسؤولية الجميع، وما وضعت إلا لعناية كل أحد بها، لا سيما وأنه يرتادها جميع أطياف المجتمع. لذا كان من اللزام من المنطلقات الشرعية، منطلقات القانونية، من المنطلقات الاجتماعية، وقبل هذا كل المنطلقات الشرعية هو المحافظة عليها لأنها ملك عام، بل أن الحفاظ عليها يتمثل في أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإماطة الأذى عن طريق صدقة، وهذه أصول ديانتنا. وقد نحت كثير من الدول ذات القانون الاجتماعي أو القانون السياسي أو القانون الاقتصادي على معاقبة من يعبث بمثل هذه المرافق، لأن العناية بها حفاظا على ذاتها وعلى محتوياتها، وأيضا تعاقب الناس عليها بأريحية. لو أن كل إنسان عني بها وجعل هذا من أولويات تواجده فيها لما كانت على بعض المرافق على دونية لا تتسق ولا تنتسق مع واقع مجتمعنا العريق بقيمه وأخلاقه وديانته. والله شوف، بالنسبة للمخلفات الغير حضارية هذه تدل على الشخص، يعني الشخص المتربي في بيئة نظيفة أكيد أنه حيتعود على الشيء النظيف. أما بالنسبة للتجمع النفايات هذه مسؤولة عنها الأمانة ومسؤولة عنها البلدية ومسؤولة عنها، لازم تكون هناك متابعة يعني للشيء هذا. إذا عدنا للأصل فالأصل في المسؤول عن نظافة الحدائق العامة هم المواطنين بالأصح، ولكن هناك جهات معنية بهذه الأمور منها البلديات والأمانات. في الحقيقة الحكومة ما قصرت، يعني أتاحت لنا أو أنشأت لنا العديد من المرافق والحدائق التي يجب أن نحافظ عليها بشتى الطرق، والمواطن أو مستخدم هذه المنشآت هو المسؤول الأول عن نظافتها وعن المحافظة على المرفقات الموجودة فيها.